ب 8 سنين اوراق و20 هنا، 20 احسن من معاه ورقه كمان. اللي معاه ورقه الفرق ايه يعني؟ بس بتفرق بسيط في عدد ساعات الشغل. في المعوش ورق بياخد عدد ساعات قليل، يعني بياخد 8 في الساعه مثلا، 7. المقيم بياخد 10 11 12 13 كده وانت طالع، بس عليه ضرايب. فالوضع عادي يعني، ماشي. ناس عايشه هنا بقى لها سنين يعني، طول ما انت ماشي كويس خلاص. عملت مشكله بتقابلك، خلاص اول حاجه بقول لك اثباتك. طول ما انت ماشي كويس ومحترم نفسك خلاص. صح ولا لا؟ لا. زياره يا هشام. لا لا، محمد صلاح في ليفربول يا باشا. ها؟ محمد صلاح في ليفربول. محمد صلاح يسكن في اي مكان يا عم، هتفرق ايه يعني ليفربول ولا مانشستر؟ مش هتفرق يا باشا. اهو تاكسي اهو، ده التوك توك. شارع الماركات العالميه اكسفورد لندن، شارع السياحه. شايفين؟ طبعا طبعا. امال انت مفكر ايه؟ اللي روح خلاص انتهت كده، الا في تعديل الوضع طبعا. يقدر يعدل الوضع، يقدر. لكن اللي كاسر خلاص يعني، اللي واخد قدم نجوه وخد رفضه مر بمراحل وقعد سنتين ثلاثه وكسر بقى، كمل 4 5. لان في صراحه الناس بتكسر النمر بعد سنين رهيبه، تسمع حاجات عجيبه. واحد كسر 5 سنين 10 سنين، والله العظيم قابلت ناس كسر بقى له 10 سنين، تخيل. اقول له عملت ايه؟ يقول لي ظبطت نفسي في بلدي واموري بخير والحمد لله. 10 سنين، انت متخيل؟ قابلت ناس والله العظيم. فبتكسر خلاص انتهى، تاخد بلوك، بلاك ليست معروفه دي يا باشمهندس. اي واحد بيكسر بياخد بلوك، بلاك ليست على طول. صح يا هشام، كلامك صحيح. طبعا كله بيشتغل يا باشا، كله شغال يا باشا، امال هتعيش ازاي؟ معظم الناس شغالين عند المطاعم العربيه، وبعض المطاعم بيستغلوك، بدوا الناس بدون ورق عدد ساعات قليل، لان الشغل بالساعه. انت مضطر بتقبل طبعا، بس بتيجي على نفسك شويه، بتشتغلك بدل ما يشتغل 7 8 ساعات بتشتغل 10 12 ساعه، هتعمل ايه؟ في ناس كتير عاملين كده صراحه، هيعمل ايه؟ عاوز يظبط ساعاته. ولكن في المجمل في اليوم كله بيشتغل طبعا، كله بيشتغل وكله شغال وعايشين واموره بخير. والله حتى انها لندن. الموسيقى ديت اضربوا اللايك وشيروا اللايف، والناس اللي مش مشتركه في القناه تنزل تشترك عشان تشوف الفيديوهات. بس مباشر من لندن، العاصمة البريطانية، وسط لندن، شارع اكسفورد لندن، شارع الماركات العالمية. شوف المحلات، العصير، عصير جزر، عصير برتقال، عصير بطيخ. جميع انواع العصاير. جميع انواع العصاير. بنشوف الزحمة، تعال نشوف الزحمة هناك دي، يا نهار ابيض ايه دي؟ تعالوا تخليكم معايا. في زحمة موت هناك، اسمع تعالوا ونشوف كده يلا. شايفين الزحمة؟ هوديكوا هناك. أنا هوديكوا هناك عند الزحمة، نشوف إيه الموضوع. بس شكلها في حاجة هناك. يلا نروح هناك ونشوف الأجواء في الزحمة دي. يلا بينا. كانت عاوزة فيديو ديت الزحمة دي. برفعها حديد. وياخدوا فلوس، عارفينها؟ يمكن عنده لايف دلوقتي هو برضه، وشفته أنا. لا لا، ممكن يعدل الوضع يا هشام، ملهاش علاقة. روح يا الجوكر، ملهاش علاقة يا باشا، حتى لو عندك إقامة كمان مش بصمة. خلاص القانون متعدل. يلا ما نعدي زي الناس كده بالعشوائي، نروح نعدي من هناك. بس شاف زحمة هنا عشان